المخلوقات ثلاثة أصناف: إما مخلوق هو شر محض كإبليس، وإما مخلوق هو خير محض كالملائكة والجنة، وإما مخلوق فيه خير وشر، وهم سائر المخلوقات مما لم يدخل في الصنف الأول والثاني. ولو قال قائل: إذا قلنا إن إبليس شر محض وإن النار شر محض فيخلق الله عز وجل الشر، أو إذا قلنا إن هناك خلقا فيه خير وشر فيخلق الله الشر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي عند مسلم في دعاء الاستفتاح الطويل، قال: والشر ليس إليك. وهذا يتعارض في ظاهره مع قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فكل شيء خلقه الله عز وجل من خير وشر. فيكون الجواب كالتالي: الله جل وعلا خلق كل شيء من خير وشر، ولكنه عز وجل لم يخلق الشر لذاته، وإنما خلق الشر باعتبار غيره لما فيه من المصالح. فالشر ليس في فعل الله، وإنما الشر في مفعولات الله، يعني في مخلوقاته، لكن فعله عز وجل كله خير. فهو خلق إبليس باعتبار كونه خيرا من وجه آخر، وذلك أن خلقه عز وجل لإبليس يقتضي أن يكون هناك خير وشر، يكون هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يكون هناك جهاد في سبيل الله، يكون هناك بيان للمطيع من غير المطيع، وهلم جرة من المصالح الكبرى التي خلق الله عز وجل من أجلها إبليس. لو قال قائل: ماذا تقولون في قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك؟ نقول: معنى هذا الحديث أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل تأدبا، فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل تأدبا. ولذا قال تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقل أشر أراد الله بأهل الأرض، فأضمر في الشر وأظهر في الخير. وكما قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نسب الشر إلى الشيطان تأدبا مع الله عز وجل. والنصوص في هذا المعنى كثيرة،